اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله خبير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزاكم الله خيرا وجزا الله خيرا أخانا أيوب التيسير وكله ميسر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي والده الحاج حسن وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. مناسبة عظيمة، مناسبة عقيقة للبنت الكريمة حفصة ولا صفية؟ حفصة. حفصة تذكرنا بحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنها، فنسأل الله أن يجعلها على طريقة حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها، وأن يصلحها ويصلح لها والديها، وأن يوفق وأن يؤلف بينها وبين أختها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمع مبارك مرحومة أولا. ثم ثانيا، الحمد لله الشباب ديالنا كيسميو الأسماء ديال زوجات الأنبياء وأولاد الأنبياء وأسماء الأنبياء، وهذا فضل من الله عز وجل. وهناك الكثير من الشباب ايضا اللي هما ملي كيتزاد عندهم الاولاد كيبحثوا على اسماء ديال الافلام،
الافلام ديال المصريين، الافلام ديال يعني الاتراك، الافلام. كان اسم عتاد الايام واحد الاسم غريب اللي هو اسم جاي من الافلام التركية، ما هو عربي ولا هو اجتحي. لما تقول كذلك اسمعناه في التلفزيون. فالاسم مهم جدا، الاسم مهم جدا، لان هذا من واجب الوالدين انهم يسميوا الاولاد ديالهم بالاسم الحسن. Les parents sont obligatoires, ils ont l'obligation d'appeler leurs enfants avec les prénoms qui sont très bien. Parce qu'après, qu'est-ce que je ne sais pas? Les kids qui ont l'âge de 15 ans, qui ont l'âge de 15 ans, ils ont l'âge de 15 ans. Ils ont l'âge de 15 ans. Ils ont l'âge de 15 ans. ولكن ملي كيسمع التسميه ديالو مزيانه كيسمعو الناس واه يا حفصه يا صفيه يا عمر يا علي يا كذا كيفرح ويدعو لوالديه بالمغفره والرحمه. هذا واجب ليكم الشباب الحمد لله. هذا الكبار هذا ما تسولش عليهم انا فاتهم الوقت، ولكن كان كنتسلم مع الشباب اللي باقيين غادي يتزادوا عندهم الاولاد ان شاء الله. حاولوا ما امكن نسميو لكم بالاسماء بالاسماء الحسنه بالاسماء الطيبه المباركه. علاش؟ لانه البعض منهم كيقول لي هذه الاسماء اللي هي احمد ومحمد وعلي وعمر الى اخره وحفصه وصفيه وعائشه وخديجه، هذه كلها اسماء قديمه. قال لي واحد هذا شيء قديم خلاص فهمت الوقت. سبحان الله عجيب، ما بلغنا الاسلام الا عنهم، إلا أن من هؤلاء الأسماء. كل ما كان من هذه الأسماء ما يوصلناش هذا الإسلام إلى أين هنا حتى ولينا مسلمين ونحمد الله على الإسلام. فلذلك هذه الزيادة الحمد لله نسأل الله أن يجعلها زيادة خير وبركة، وأن يبارك لأخينا في هذه البنت وأن يجعلها مباركة أينما كانت. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أنفقه على إخوانه في ميزان حسناته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح له والديه وأن يصلح له زوجه وأن يصلح له ذريته ولجميع الإخوة الحاضرين. أيضا ندعو ل جدت الزوجة ديالو، هي مريضة جدا كلفها بالفلوس، نسأل الله سبحانه وتعالى يشفيها ويعافيها. رب الناس مذهب البأس الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله يشفي جميع مرضى المسلمين. كان بودنا نشوف أخونا حسن معنا هنا، ولكن مع الأسف يعني ما يقدرش يجي اليوم وما يقدرش معنا هنا، لكن ان شاء الله نراه عن قريب باذن الله تعالى. فحسن واحد منا ونحن منه. حسن من افضل ما عرفته منذ البدايه في الفيلميرو. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يشافيه وان يعافيه ويشفي جميع مرضى المسلمين. الاخوه الله يجزيكم بخير، ما تنساوش من الدعاء ديالكم ان يشفيه الله عز وجل. راه الدعاء شيء عظيم، الدعاء شيء عظيم. واخا كيقول لك الانسان إلا قاعد عينك عاش غادي يدير لا ما نعرفوش الدعاء ديال من اللي غادي يستجب ربي سبحانه وتعالى. فلذلك لا تنسوه من دعائكم في سجودكم أيضا، وجميع مرضى المسلمين أيضا. والله سبحانه وتعالى يوفق أخونا أيوب، الله يصلحه ويصلح له الدنيا ديالو ويصلح له الزوجة ديالو ويصلح له المال ديالو والدين ديالو. ونسأل الله أن يصلح لنا أيضا ديننا ودنيانا وآخرتنا، إنه سميع مجيب. وخلي كلمة الشعب Thank you.